قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. هذه المسألة يا أخواننا يعني تقع عندنا، ولهذا علماء الفرائض ما يبحثوا يعني عن هذا كيف مات، لا، يأتي علماء الفرائض المسؤول عن تقسيم التركة، يأتي للهلال المدني، الدفاع المدني، أو الهلال الأحمر، أو للشرطة، يقول عندما حصل الحادث من اللي مات قبل الآخر؟ لأن الزوج والزوجة في السيارة وحصل عليهم حادث وماتوا. قال والله المرأة جينا منتهية ميتة، وجينا للزوج قال أشهد. إذن المسألة مناسخات، زوجة ثم بعدها مات الزوج، مفهوم؟ لكن إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر أصبحت المسألة غرقة وهدمة. الزوجة لا ترث من الزوج، والزوج لا يرث من الزوج، تعدهم كأنهم أجانب، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم، وإن يمت جمع بشيء كالغرقى. كالغرق مثلا، غرقت السفينة، مثل ما غرقت السفينة المصرية قبل زمن. نعم. وإن يمت جمع بشيء كالغرق ولم يكن يعلم عين من سبق، فلا تورث بعضهم من بعض، وبالتراث لسواهم فقضي. نعم.